اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن اميل تونيزي. نشحويلكم ان شاء الله تكونوا الناس الكل بالف خير وصحه وعافيه. غوسيت نتاعنا باش تكون هي الشكشوكه ياسر بنينه، اكيد كل واحد كيفاش يسميها، فما زاد تتسمى طبيخه وكل واحد كيفاش عملها زاد على طريقته. اليوم تشوفوا طريقتي في الشكشوكه بالخضره، دونك حاجه مزيانه برشا سورتو تو وقت الخضره ما شاء الله. تو تشوفوا الطريقه بعد شويه، لكن قبل ما تنساوش سابوني كيتشن اميل سورتو جدد وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديدي، وزاده ما تنساوش زيدا كيف كيف لي لايك اذا حبيتوا الفيديو. معها اكيد خبز الزيتون بنة عالمية، نخليه في غوسيت وحده باش نجموا تستفيدوا انتما من الوصفات اللي قاعده نقدمها. يلا مشاهده طيبه للفيديو، ربي يفضلكم يا ناس الكل. الوصفه نتاعنا اليوم اكيد انا خدت هوني شويه فنيريا شويه لفت مع عدنوس وسلق البصل، وعندي هوني زيد الفول معناها الفريش كنقولوا احنا. تنجموا تضيفوا اللي تحبوا، تضيفوا الجلبانه، تضيفوا برشا حاجات اخرين. دونك انا حاب نعملها بالمكونات هذوما، دونك فوالا غسلتهم الكل وقطعتهم ونظفتهم وحطيتهم. دونك باش ناخذ توا الكاسرول نتاعي، دونك باش نعملوا باش نقص بالطبيعه البصل هذيك اول حاجه، نقليه شويه وبعد نضيف الفحات نتاعي. تو تشوفوا الطريقه ياسر تحفونه، دونك الحقيقه معناها من احسن ما تاكل يعني سورتو هكا في الشتاء، والا يعني هكا بدا متوفر الخضره هذه الكل، دونك من اعز ما ناكلو. دونك نذكرها هذه وقتها ما شاء الله واحنا صغار الكل، دونك الحقيقه فريمون حاجه ياسر صحيه، الاهم انها صحيه وتعوض اللحم بألف مره وسورتو الخضره الكل فريش كات. دونك يلا نحط هوني نقلي المكونات نتاع الكل. البصل نتاعنا توا باش نضيفو الفحات بالطبيعة، نقصو شوية عندي فلفل شوية كليل وزعتر كركم فلفل أكحل كبدو كرية، عندي لهروس هروس بنين برشا. باش ناخو بتباع الثوم، هذا أكيد هوني الثوم، شوية ملح خاطر ديجا الهروس أنا نتاعي معناها فيه، نحط شوية طماطم ونحط مغرفة كبيرة طماطم، نخلط الساعات كل شوية هكا مع بعضو. هوني كيما قاعدين تشوفوا الريحة محلاها لفحات من بعضها محلاها من الريحة. باهي كيما قاعدين تشوفوا، نحط هكا شوية ماء شوية ماء وخلينا معناها كل هكا مع بعضو. توا باش نمشي ناخذ هكا الخضرة نتاعي، كيما قلت لكم الخضرة تنجمو تضيفوا اللي تحبوا عليها نتوما، حطوا عدس حطوا الفول. انا يعني اخترت كيما قلت لكم شوية سفنيريا مع عدنوس سلق فول، حطيت بزايد الفول خاطر برما وقته. اللفت زاده بنين فيها، حطيت اللفت وكل واحد وانواع الخضره. انا الحقيقه مانيش نحط فيها البطاطا، ما نحبش فيها بطاطا. كي نعمل البطاطا الصغيره وكي ياكلوا، ما انا هذيا دونك ما نحطش. يلا بسم الله، بالطبيعه نحطوا هكا شويه ماء يبدا سخون وساعة ساعة نتفقدوا هنا الشكشوكه نتاعنا، ولا في بعض البلايص تتسمى طبيخه، شكشوكه الخضره الشتويه تتسمى ياسر بنينه. دونك نغطي ونخليها بالطبيعه تطيب في اقل اقلها، فوالا نرجع لكم ان شاء الله بعد ما نكمل نطيبوها. نحطو توا جرينات فلفل نتاعنا، نزيدوها شوية نطفيو عليها، بالصحة وبالشفاء. هذا هو الفيديو نتاعنا اليوم،
استنوا نحطها في الطبق التقديم. ما تنساوش تشجعونا باللي لايك والبختاج، وان شاء الله تعجبكم الشكشوكه اللي عملتها انا اليوم. يلا الريحه 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 ما شاء الله. اهلا